يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده يعني زي كل يوم سبت تقريبا بنعمل سي فود. النهارده بقى هعمل ايه؟ النهارده هعمل سمكه وقار بالبطاطس بأطعمة كده حلوه جدا. مش هعملها بصلصه طماطم، مش هعمل ريد صوص ونعمل فيها بقى يخنه السمك زي الصياديه كده، لا النهارده هعملها بالريحان والزعتر. تعالوا نشوف طريقه جديده كده ايه لسمكه الوقار. الريسيبي دي ينفع تتعمل كمان مش بس بسمك الوقار، ينفع كمان تتعمل باي نوع من انواع الاسماك اللي انتوا بتحبوه. تعملوا بقى بسمك بولتي، بسمك بوري، زي ما انتوا حابين. هعمل ايه كمان؟ هعمل النهارده يخنه حلويات البحر، يعني هنعمل كده يخنه لطيفه جدا من الجمبري والكاليماري مع بعض كده. هنستخدم فيها فاكهه، هنستخدم فيها التفاح، هتدي مزازه كده. عارفين التفاح فيه مزازه كده، هيدي طعم حلو جدا، هيظبط الطعم. هنعمل ايه كمان؟ هنعمل بقى حاجه لطيفه جدا. هعمل النهارده تشيز كيك بالجيلي. الفقره دي هتكون برعايه ميرا كيدز، هنشوفها في اخر الحلقه النهارده ان شاء الله، هتعجبكم جدا انا متاكد. وفي بقى مفاجاه في اخر الحلقه مش هحرقها لكم دلوقتي. دلوقتي هطلع فاصل، عشان بعد الفاصل هرجع لكم هنشوف ازاي هنعمل وصفات النهارده. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا من الفاصل، انا معاكم من دلوقتي ولمده ساعه، يعني ساعه الا ربع كده تقريبا على الهواء. تقدروا تتواصلوا معانا من خلال الارقام اللي هتظهر على الشاشه قدامكم دلوقتي، او من خلال صفحه الفيسبوك لقمه هنيه. يلا نشوف بقى هنعمل ايه. قلت لكم قبل الفاصل انه احنا النهارده هنعمل سمك وقار بطعم مختلف، وقلنا ان احنا ممكن نستخدم سمك اخر غير، مش لازم نستخدم وقار. يعني انا النهارده اخترت السمكه دي، بس دي طريقه تقدروا انتوا تعملوها بسمك تاني، نوع اخر من السمك. تعالوا نبتدي بالطريقه دي الاول، او بالوصفه دي الاول، وبعدين نخش بقى على ايه، على يخنه حلويات البحر. يلا بينا. تعالوا نقول المقادير. سمكه وقار واربع ثمرات بطاطس، كوبايتين ورق ريحان، انا عايز الورق بس مش عايز السيقان. كوبايتين ورق كزبره، نص كوبايه زيت، كوبايه بقسماط ناعم، بصل احمر كامل صغير، اعواد زعتر فريش، حبوب ينسون، ينسون هيدي طعم حلو جدا متقلقوش، خل بلسمك، معلقتين زبده، ثوم مفروم، ليمون كامل، وكوبايه ورق سبانخ. تعالوا بقى نشوف ايه الكلام ده، هنعمل بيه ايه، وازاي هنطلع طعم حلو من المكونات المختلفه دي. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. طيب السي فود او السمك عامه من المكونات اللي بتاخدش وقت في التسويه، يعني هو من البروتينات بيسموها سريعه التخثر. يعني ايه سريعه التخثر؟ يعني من البروتينات اللي بتستوي بسرعه جدا، فبيبقى مناسب جدا انه لو احنا في يوم مستعجلين كده وعايزين نعمل اكل سريع نعمل سي فود، علشان هو ما بياخدش وقت في التسويه، وفي نفس الوقت ما بيحتاجش يتبل مسبقا. يعني من كتر ما لحم السمك رقيق وفي نفس الوقت بيقبل الاطعمه الاخرى، فما بيحتاجش يتبل، مش محتاجه تقعدي تتبلي السمك فتره قبل التسويه. يعني هم 10 20 دقيقه بالكتير جدا، وهتلاقي ان الطعم ظبط جدا. يلا نبتدي على طول في الوصفه دي. طيب ايه اول حاجه هبتدي بيها؟ تعالوا بس كده ايه، نختار سكينتين ثلاثه كده نشتغل بيهم. انا جاي لكم حالا اهو. يلا بينا. بصوا بقى انا هعمل ايه. انا عندي هنا بطاطس وانا عايز اعمل السمكه دي بالبطاطس. دايما بتواجهني مشكله او كمان بشوفها يعني دايما بتحصل، انه لما بتيجوا تعملوا كده طاجن سمك بالبطاطس الناس بتروح مسويه السمكه مع البطاطس، فبيحصل بقى مشكله كبيره جدا انه السمك بيستوي بسرعه جدا والبطاطس بتحتاج وقت في التسويه، فبيطلع يا اما البطاطس نيه والسمك مستوي حلو، يا اما البطاطس استوت بس السمك اوفر كوكت او مستوي زياده عن اللزوم. فانا بعمل ايه عشان احل المشكله دي؟ بخلي البطاطس تخش في الوصفه او تخش في الطبخه وهي تلات ارباع سوا، فده اللي انا هعمله حالا دلوقتي. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هاجي هنا كده هقطع البطاطس، وبعد ما اقطعها شرايح كده هاخدها بقى علشان ايه؟ علشان عايز حجمها. حاجه تانيه برده مهمه كنا بنقولها دايما، انه حجم المكونات بيفرق جدا في وقت تسويتها. كل ما كانت المكونات حجمها اصغر كل ما كان الوقت اللي محتاجاه عشان تستوي اقل. فاللي انا بعمله دلوقتي انه انا بقطع البطاطس مكعبات صغيره
بعد ما اقطعها المكعبات الصغيره دي هخليها تاخد كده ايه نص تحميره. هنشوف ده مع بعض حالا دلوقتي. هاجي هنا كده. يلا بينا يا مدام ماهر. ازاي حضرتك؟ اهلا. يا اهلا وسهلا. يا فندم مساء النور. ايه الاخبار؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تحت امرك. الامر ازاي يا فندم؟ من فضلك في حاجه معقداني في عيشتي والله. لا ليه بس معقداكي ليه؟ احكي لي عنها. الكيكه بتغمقي مني مش عارفه ليه. تعالي عندي سؤال مهم. انت بتعملي كيكه ببيكنج باودر ولا بيكنج سودا؟ لا بيكنج باودر. بيكنج باودر. مش المفروض ان هي تغمق منك؟ طب انا هقول لك على حاجه. الكيكه اللي انت عايزه تعمليها كيك بطعم ايه؟ الفانيليا؟ والله انا بعملها بالبرتقال او بالفانيليا بس مش عارفه مجرد يعني بعمل كل الخطوات صح جدا بس مش عارفه ايه السر ان هي بتغمق مني في الفرن. حلو جدا. طب انا هقول لك على يعني حاجه. لما اطلعها بتبقى هشه وكويسه جدا بس غامقه. حلو. انا هقول لك يعني ازاي تحلي المشكله دي حالا دلوقتي. انت كنت بتقولي ان انت بتعملي كيك البرتقال صح؟ انا دلوقتي على الشاشه هنزل لك وصفه كيك البرتقال. الوصفه دي لو عملتيها زي ما هي مكتوبه كده زي ما هتشوفيها قدامك دلوقتي وهقول لك انا بقى طريقه تسويتها اول ما تنزل على الشاشه علشان تعملي كيك برتقال طعمها حلو ولونها فاتح لونها مش غامق من عينيا الاثنين. ممكن يا يسرى تحط لنا دلوقتي على الشاشه مقادير كيك البرتقال من فضلك. طيب يا مدام نجوى ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيف شريف عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله اموريني. الله يخليك. بقول لحضرتك عايزاك تقول لي القرص اللي هي المنشدر اللي بتتباع في الفرن دي اللي هي بايه؟ الحشوه بتاعتها ايه؟ النشادر اللي هي من النشادر والسمسم الابيض دي. اه. وعايزه كفته المشويه. حاضر من عينيا الاثنين. السلام عليكم. اموري. انا هعمل لك الفطاير دي في حلقه قريب. حلو؟ يعني قريب هعمل لك الفطاير دي. ودلوقتي هننزل لك على الشاشه مقادير الكفته المشويه من عينينا الاثنين. حاضر. يلا بصوا بقى انا بعمل ايه دلوقتي. وانا كنت بتكلم في التليفون عملت ايه؟ حطيت مكعبات البطاطس هنا في الزيت. حلو جدا. تعالوا بقى ناخد السمكه دي عشان الوقت ما يسرقناش كده ونشوف هنعمل فيها ايه بالظبط. بصوا بقى انا عندي هنا اختيارات مختلفه. لما يكون قدامي سمكه كده اقدر اسويها زي ما هي واقدر اخليها واقدر اقطعها جزل. طب امتى اعمل كده وامتى اعمل كده؟ على حسب الرغبه. يعني احنا في حلقات كتير جدا جبنا السمكه وخليناها وفي حلقات اخرى سوينا السمكه كامله زي ما هي. والنهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنقطع السمكه جزل. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بالظبط. انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا بقطع السمكه جزل بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده. وبعدين هنشوف بقية الوصفة ايه وهنعمل ايه بالظبط. حلو جدا. بصوا كده بقى عندي هنا كده الجزل دي هي اللي انا هستخدمها في الوصفة. طب دلوقتي هل انا محتاج بقى ارمي الجزء ده؟ لا طبعا زي ما بنعمل كل مرة مش بنرمي حاجه. ده ممكن ندخله في شوربه السمك يطلع شوربه سمك مركزه. وهو زي ما احنا بنقول ان الشوربه سواء لحمه او فراخ او سمك بتطلع من العظم بتطلع من الشوك في حاله السمك وتطلع من العظم في حاله اللحمه او في حاله الفراخ. فده اللي هيطلع طعم مركز حلو جدا. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ على ايه يا ابو حميد؟ زي الفل. تعالوا بقى نشوف هنتبل ازاي وهنعمل ايه. انا هاجي هنا او خلي ده هنا كده جنبي ده اللي مش محتاجينه ممكن نرجعه ورا. وبعدين هاجي هنا هحط بقى ايه؟ هحط اليانسون. تعالى كده يا ابو حميد هنا من فضلك. هحط هنا اليانسون واحط الملح والفلفل الاسود وبعدين اخد الزعتر افركه كده وانزل منه الاخضر بتاعه. يا مدام عزة ازيك؟ ازيك يا استاذ شريف عامل ايه؟ انا كويس. انت عامله ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه بالف صحه وسلامه. الله يخليك. تسلم ايديك والله على كل الوصفات اللي حضرتك بتعملها. الله يسلمك. الله يخليك. تسلم. انا كنت سالت على الخلطه بتاعت الفراخ المقرمشه. اه اللي هي
كانت دقيق وميه حاجه كده بس انا مش فاكره ايه، فكنت بسال حضرتك على الخلطه يعني. هخيرك ما بين حاجتين دلوقتي. ايوه. ننزلها لك على الشاشه ولا اعملها لك بكره؟ والله لا، لو حضرتك هتعملها بكره لا طبعا اشوفها على الهواء. خلاص يبقى هعملها لك بكره. اتفقنا؟ تسلم تسلم يا استاذ شريف وكل سنه وحضرتك طيب. انت بألف صحه وسلامه. طيب انا بعمل ايه دلوقتي؟ زي ما انتم شايفين كده انا بحط ورق او بحط الاخضر بتاع الزعتر هنا جوه الهون. طب وبعدين هنعمل ايه؟ هاجي هنا احط الثوم. حلو؟ وبعدين اجيب الزيت وانزل بجزء محترم من الزيت كده، واخد الهون اطحن بيه اليانسون. هطحن اليانسون مع ايه؟ هطحن اليانسون مع الملح والفلفل والثوم والزعتر. حلو؟ حلو الكلام ده. انا شلت البطاطس من القلايه، احمد هيجيبها لكم دلوقتي. هتبصوا عليها وتشوفوا ان احنا سويناها تلات ارباع تسويه علشان السمك ما بياخدش وقت في الفرن زي ما احنا كنا لسه بنقول حالا دلوقتي. طيب هستمر في الطحن كده زي ما انتوا شايفين، احمد هيجيب لكم حالا القلايه. ايوه شايفين دي البطاطس كده اللي تلات ارباع تسويه، احمد جايبها لكم اهي على الشاشه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا بقى نجيب صينيه. يا ابو حميد ازيك؟ السلام عليكم يا شيخ شريف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايه الاخبار؟ الحاجات الجميله دي فيه. الله يخليك، تسلم لي. بس انت غلبتنا، بورسعيد. لا انا مش سامعك. بقول لحضرتك انت غلبت بورسعيد في البحريات. لا يا سيدي، انتوا اصل بحريات، ده انا غلبان جنبيكم. الله يخليك يا ابو حميد. الله يخليك. عايز اعرف بعد اذنك، عايز اعرف الفراخ الروستو المكسيكي. الفراخ الروستو المكسيكي. حاضر، بص خليني بس اقول لك على حاجه. انه تسميه وصفه معينه باسم بلد ما، ده مش شيء ثابت. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا ممكن احط نكهه معينه، احط مثلا على سبيل المثال هحط بابريكا وفلفل حار مخلل اللي هو الهالوبينو على وصفه ما واسميها مكسيكي. ليه؟ علشان انا معتبر ان المكونين دول هما من المكونات المشهوره في المطبخ المكسيكي. حلو. فانا هعمل فكره لطيفه جدا. انا هعمل لك، امتى يا يسرى هنعمل الفرخه الحاره؟ يسرى هتقول لنا حالا وانا هعمل لك الريسيبي دي. حاضر من عينيا الاثنين، انت تؤمر. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا جيت هنا حطيت الثوم وحطيت الزعتر وحطيت اليانسون بعد ما طحنته كويس على البقسماط ده، وبعدين هكمل زيت يوم الجمعه. تمام زي الفل. يوم الجمعه هنعمل لك يا ابو حميد الفرخه اللي انت مستنيها. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا كده بصوا هنا بصه. انا بعد ما حطيت البقسماط وحطيت ورق البقدونس على اليانسون اللي انا طحنته مع الملح والفلفل. حلو جدا. شايفين؟ وبعدين هروح جايب ورق الريحان. السمك ده هعمل فيه ايه؟ ملح وفلفل بس. طب ليه ملح وفلفل بس؟ عشان لسه فيه طعم تاني حلو هيتاخد هنا من البقسماط المتبل والمنكه بالثوم وباليانسون. ندي كده تقليبه هنا. طيب هو ايه اللي انا بعمله ده؟ دي حاجه اسمها كراست. ايه كراست؟ يعني ايه كراست؟ يعني طبقه متبله منكهه مقرمشه بتتحط فوق الاكل عشان تديله طعم حلو وتديله احساس. انتوا عارفين المضغ ممكن يبقى ممل جدا لو مفيش قوام مختلف، يعني لو مفيش حاجه طريه وحاجه ناشفه، حاجه مقرمشه وحاجه مش مقرمشه، ده ممكن يحسسك او يحسسك بشكل لاواعي كده بالملل اثناء المضغ واثناء الاكل. طيب هتلاقوا ان دايما الوصفات اللي احنا بنعملها واللي بتعملوها في البيت بيبقى فيها الفكره دي بس من غير ما ناخد بالنا. الفته مثلا، العيش بيبقى مقرمش سنه والرز بيبقى طري. هتلاقوا مثلا الكشري طري بس فيه بصل مقرمش، وهكذا. يعني هتلاقوا انه دي فكره موجوده في حياتنا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ طيب قبل ما تطلع بقى ابو حميد فاصل، خلينا نخلص وصفه السمك دي ونحطها في الفرن. يلا بينا. انا كده حطيت على السمك زي ما انتوا شفتوا ملح وفلفل بس، مش محتاج حاجه تاني غير الملح والفلفل.
يلا بينا. هقلب السمك كده عشان الملح والفلفل يبقى على جميع الجوانب، واحط ده هنا. يلا احمد نزل كيكه البرتقال على الشاشه لغايه ما انا اخلص اللي انا بعمله ده. ايه اللي انا هعمله بقى دلوقتي؟ بالسكينه هنا هجيب البصل ده هقطعه كده ايه تقطيعه كده ايه رفيعه. هعمل نفس الكلام ده هنا. طيب ايه اللي انا بعمله دلوقتي؟ انا بعمل كده زي كده ايه زي طبقه يبات عليها السمك او يقعد عليها السمك كده وهو بيستوي. طب هل ده علشان بس السمك ما يلزقش؟ لا، ده كمان عشان يدي طعم جيد، يدي طعم حلو جدا للوصفه دي. يلا خلاص انا كده خلصت البصل هنا، اروح جايب السمك مرجعه هنا تاني كده، واروح واخد البصل ده زي ما هو كده وحطه هنا في الصينيه وافرده كده. احمد هيجيبه لكم دلوقتي عشان تبقوا شايفينه حالا دلوقتي. وبعد ما حطيت البصل، ماشي يا ابو احمد، وبعد ما حطيت البصل هروح جايب كده الزبده واحط كده ايه وحدتين ثلاثه زبده كده دايرين داير. جربوا الوصفه دي، مش لازم تلتزموا بالسمك اللي انا بعمله ده. يلا وهجيب هنا كده ايه السبانخ واحطها هنا زي ما انتم شايفينها كده. يا استاذه شيماء ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا شيف شريف؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله حلو؟ احنا بيعجبنا اكلاتك جدا وبنشكرك جدا على كل حاجه كويسه حضرتك بتعملها. تسلم لي ذوقك. ممكن اعمل اهداء؟ يلا اعملي اهداء. انا محمد وعمر ولادي بهديهم، يا رب اشوفهم احسن الناس كده يا رب. وعلى فكره ماما وحماتي بيتفرجوا على حضرتك باستمرار وبيحبوا اكلات حضرتك جدا. سلمي لي عليهم، ربنا يخليهم لك. شكرا. ده عندك بقى يا شيماء اي استفسار، اي حاجه ليها علاقه بالوصفات اللي احنا بنعملها؟ والله احنا دايما بنحب عشان انا بشتغل وكده، حضرتك عارف الفاست فود بقى والكلام ده. طب ايه رايك احنا بنعمل كل يوم اثنين، يعني لو بتتابع كده البرنامج هتلاقي انه يوم الاثنين بنعمل وصفات ليها علاقه بالستريت فود والاكل السريع اللي بيتعمل بسرعه. للاسف الميعاد انا ببقى فيه في الشغل، بس انا بتفرج على حضرتك جمعه وسبت يعني. طب حلو خلاص، يبقى احنا هنحاول جمعه وسبت نعمل لك حاجات من اللي انت بتحبيها. نورتينا وشرفتينا باتصالك. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالوا كده بصوا بصه هنا، انا كده حطيت هنا السمك بعد ما حط انا ليه حطيت السبانخ والريحان تحت عشان ما يتحرقوش. فوق السمك بقى ده هحط هنا الكراست او هحط الخلطه اللي انا كنت بقول لكم عليها. يلا الخلطه دي هحطها هنا فوق كده، واحمد بيقول ان هو جاهز بالفاصل، ده شيء يعني جيد بالظبط، عظيم جدا ابو حميد، علشان احنا هنطلع حالا دلوقتي اول ما اخلص طبقه البقسماط دي. انا حطيت طبقه البقسماط على السمك نفسه، كل اللي انا محتاج اعمله دلوقتي هو انه انا اخد الخلطه دي زي ما هي كده واروح مدخلها الفرن. بس قبل ما اعمل كده هروح واخد بقى البطاطس اللي انا مسويها 3/4 تسويه واحطها هنا في النص كده، احطها عفوا على الجوانب زي ما انتم شايفين كده. انا عايز بس اروق لكم الدنيا عشان تشوفوا احسن، عشان احمد ينبسط. الوصفه دي طعمها يطلع حلو جدا علشان السمكه نفسها دي حلوه، وفي نفس الوقت الاطعمه اللي احنا ركبناها على بعض لايقه جدا، هيطلع طعمها اخر حلاوه من عينيا الاثنين. يلا انا هاخد بقى دي واحطها على طول فين؟ في الفرن. تعالوا نفتح الفرن، هنفتح الفرن وناخد السمك نحطه في الفرن على طول. يلا يا ابو حميد. هسيب السمك ده في الفرن لمدة 20 دقيقة، 20 دقيقة هتقوم بالواجب، هيطلع السمك زي الفل. تاني، قول تاني يا أحمد. يا أستاذة مايا، إزاي حضرتك؟ طيب الحمد لله. يا أهلاً وسهلاً، حضرتك منين؟ من السعودية. يا أهلاً وسهلاً بيكي وبكل أهل السعودية، إيه الأخبار؟ طيب الحمد لله. الحمد لله، قولي لي تحت أمرك. يلا قولي لي في وصفه معينه عايزين يقولك عليها او عايز تسالي على حاجه معينه؟ ايوه. يلا قولي لي تحت امرك. الميت لوف ممكن؟ الميت لوف؟ ايه
من عينيا الاثنين. حاضر. بصي انا عملت الميت لوف قبل كده في البرنامج تقريبا مرتين او ثلاثه، فانا دلوقتي هطلع فاصل، بس بعد الفاصل هرجع لك وهحط لك الميت لوف على الشاشه من عينيا الاثنين. حاضر، نورتينا وشرفتينا. يلا نطلع فاصل، بعد الفاصل نرجع نشوف وصفه يخنه السمك بشكل مختلف ونشقر على السمك اللي في الفرن علشان بقى نرجع نعمل التشيز كيك اللي هنستخدم فيه جيلي. ميرا كاتس استنونا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، رجعنا من الفاصل. تعالوا بقى نشوف ازاي هنعمل اليخنه اللي كنت بكلمكم عليها من شويه. انا عملت ايه في الفاصل؟ انا حطيت بس الووك ده او الطاسه الغويطه دي على النار عشان دي اللي انا هسوي فيها اليخنه. اليخنه دي مش هدخلها الفرن، حلو، هتستوي من البدايه للنهايه هنا جوه الطاسه دي. تعالوا اقول لكم مقاديرها ونبتدي فيها على طول. يلا بينا. يلا المقادير كالتالي: نص كيلو جمبري، عايزين حجم متوسط عشان ما يبقاش غالي. نص كيلو كاليماري، بصوا هو كده كده هيبقى غالي، فيعني ايه يعني صغروا الحجم قدر المستطاع. في الوصفه دي بالذات مش محتاجين حجم كبير. 2 ورق لورا، بصله مفرومه، ثمر التفاح هنشوف هنعمل فيها ايه، فصين توم مفرومين، نص معلقه صغيره كمون، كوبايه مكعبات طماطم، معلقتين زبده، كوبايه حلقات كرفس، معلقه بابريكا، كوبايه جزر مبشور، معلقه نشا وجنزبيل مطحون وملح وفلفل. ليه نشا؟ عشان انا عايز قوام كده ايه، مش سايب، مش عايز القوام بتاع الوصفه دي يبقى سايب. تعالوا بس نشوف هنعمل ايه بقى دلوقتي حالا. طيب انا اول حاجه هعملها انه انا هقطع الكاليماري وانا باخد الاستاذ احمد. يا استاذ احمد، يا صباح الفل وانا ياسمين على شيف شيف حبيبي كل المشاهدين. يا حبيبي ازيك يا ابو حميد، عامل ايه؟ يا ربنا يخليك يا شيف، اخبارك ايه؟ انا في اسكندريه الحمد لله. يا تمام زي حضرتك. انا زي الفل، انت عامل ايه؟ يا ربنا يخليك. هتيجي معانا انت يا احمد؟ بس عايزه اقرا حضرتك كده. يلا قول لي. شيف شيف اسمع يا مسمى، مع اكلاتك بتحيا ياما، كل وصفه من وصفاتك بتعجب الام والخال والعم. شيف شيف اسمع يا مسمى. الله يخليك، ايه الحلاوه دي؟ ده انت شايف. يا ربنا يخليك يا شيف شيف، يا ربنا يخليك. انت هتيجي امتى عندنا في البرنامج هنا؟ ان شاء الله طنط بتاعتي يا رب وكده قالت يوم السبت. يوم السبت، خلاص انا هستناك السبت الجاي، اتفقنا؟ ان شاء الله. تنورنا يا حبيبي، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا شيف. حبيبي يلا. طيب ايه اللي انا بعمله دلوقتي؟ انا قطعت الكاليماري حلقات، زي مش عارف كنتوا بتشوفوا ده او لا، بس انا قطعته حلقات اهو، والحلقات دي بحاول افصل لو في حاجه متصله ما بين الواحده والثانيه علشان عايز كل حلقه كده تبقى ايه، قائمه بذاتها. يلا بينا. عندي حلقات الكاليماري، الطاسه دي سخنت كويس جدا. هعمل ايه؟ هاجي هنا اخد الزيت وانزل بيه هنا، وبعدين اخد حلقات الكاليماري زي ما هي من غير ملح وفلفل، من غير ما اتبلها، انا هتبل وانا على النار، واروح نازل بيها هنا. حلو. وبعدين هروح جاي بقى شايف التفاحه دي هعمل فيها ايه، على ما الكاليماري بس كده ياخد لسعه على النار هروح جايب التفاحه دي. طب انا دلوقتي بقطع التفاحه دي مكان السمك، هل ده غلط ولا صح؟ في العموم ده مش صح لو انا هاكل التفاحه دي، بس انا مش هاكلها، انا هحطها في نفس الوصفه، فما عنديش اي مشكله انه انا اعمل كده. طيب بالظبط كده، ناخد بقى ايه التفاحه دي، بشيل بس القلب بتاعها كده. يا استاذه فاطمه ازيك؟ ايوه يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ منورانا. الحمد لله، ربنا يكرمك، يعني بتعملوا لنا احسن الحاجات. الله يخليك صراحه، يعني تسلمي. بس انا فاتني نوع السمك الاولاني ده، عاوزه بس اعرف طريقته. الوصفه الاولانيه في الحلقه صح؟ ايوه. من عينيا الاثنين هقول لك عليها. تعالي نبص على الفرن بس الاول كده انا وانت ونشوف هل محتاجين محتاجين ننزله تحت سنه، وبعدين هقول لك بقى احنا عملنا ايه بالظبط حالا دلوقتي. شكرا. يلا شكرا. بصي بقى احنا عملنا ايه. نوع السمك ده هو سمك قاروص بالظبط. انزل نزل مقاديره تانية. دي الوصفه اللي فاتت حضرتك، ده سمك قاروص احنا حطيناه في الفرن، سمك وقار عفوا حطيناه في الفرن، شكرا يا ابو حميد على التصحيح. سمك وقار حطيناه في الفرن وكنا متبلينه بايه بقى؟ بينسون وزيت وملح وفلفل وريحان وبقدونس، وحطينا بقسماط من فوق كده علشان الطعم
وعلشان القوام بتاع القرمشه يبقى حلو. في نفس الوقت عملنا بقسماط، عملنا احمد ماشي ماشي ابو حميد حاضر. في نفس الوقت عملنا بطاطس مستويه 3 ارباع تسويه حطيناها مع الوصفه. قول يا احمد. يا استاذ احمد ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله كويس تمام. انا كنت عايز اسال على طريقه عمل الاخطبوط. طريقه عمل الاخطبوط؟ الاخطبوط البحري. الاخطبوط البحري. طيب احنا عملناه على فكره في حلقه من الحلقات، يعني اعتقد ان حضرتك ما شفتهاش، فدلوقتي ممكن برضو ننزل لك على الشاشه المقادير بتاعته، ولما تنزل المقادير خليني اكلمك عنه، اكلمك عن النوع ده من الرخويات ازاي بيستوي. من عينيا الاثنين حاضر. يسرى حالا هتنزل لحضرتك مقاديره وانا هكلمك عنه. الكاليماري على النار هياخد ملح فلفل اسود، وبعدين هنزل الجمبري. حلو الكلام ده؟ يلا نزل يا ابو حميد الكفته المشويه، وبعدين مش عايزين ننسى ننزل وصفه الاخطبوط للاستاذ احمد عشان نتكلم عليها ونشوف هنعملها ازاي بافضل شكل ممكن. انا دلوقتي بدي تقليبه كده للكاليماري مع الجمبري على النار. التفاح جاهز عندي هنا اهو، هحطه هنا في الطبق واشوف بقى بقيه المقادير والمكونات هعمل فيها ايه. ما بياخدش وقت السي فود على النار، فانا دلوقتي حالا هطلعه ومكانه هعمل اليخنه. يلا بينا. هاجي هنا كده هطلع الكاليماري مع الجمبري اللي كانوا بيتشوحوا، واسيب الطاسه دي كده على النار بنفس البواقي اللي موجوده فيها، هتشوفوا دلوقتي حالا. انا طلعت خلاص الكاليماري من على النار وطلعت الجمبري من على النار هنا في الطبق ده. بصوا بقى، لما بستخدم طاسه واحده في الوصفه بعمل ايه؟ الطعم بيبقى معزز. يعني ايه؟ يعني المتبقي من الطعم اللي لزق في الطاسه اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي احمد هيجيبه لكم بيخلي الاكله طعمها اغنى، عشان كده ما بغيرش الطاسه. عشان كده لو اقدر اعمل وصفه كامله من اولها لاخرها في نفس الاناء يبقى شيء عظيم جدا. طيب هنعمل ايه؟ نيجي نحط شويه كده من الزيت، نسيبهم يسخنوا دقيقه واحده. على ما يسخنوا هنبص على وصفه الكفته المشويه اللي هتنزل حالا على الشاشه، وبعدين هرتب عندي المكونات بترتيب التشويح اللي انا عايز احطه. يلا بينا. جيت هنا كده حطيت البصل، مقادير الكفته قدامكم اهي موجوده على الشاشه. يلا زي الفل. تسلم ايديك. دي المكونات اللي انا هشوحها اللي قدامكم هنا دلوقتي. دي هعمل ايه؟ هبتدي بالبصل، وبعد البصل هحط الكرفس على طول مش محتاج وقت، وبعدين ادي تشويحه. انا هنا مش محتاج الون المكونات، الحراره بتطلع النكهه الكامنه او الريحه العطريه اللي موجوده جوه البصل واللي موجوده جوه الكرفس. ده بيطلع عن طريق التسخين. بس بتحصل بقى حاجه مهمه جدا كنا بنقول عليها قبل كده، في ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه ان الطعم بيكون جوه المكون، الطعم جوه البصل كامن جوه البصل. المرحله الثانيه مع الحراره بيحصل ايه؟ بيحصل انه الطعم بيظهر. في مرحله ثالثه مش عايزين نوصل لها، ان الطعم يروح لو زودنا في التشويح، فاحنا مش هنزود. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاجي هنا اخد التفاح، بعد ما حطيت البصل وحطيت الكرفس وشوحتهم سوا، حطيت التفاح. هادي تقليبه كده، التفاح هنا ما تقلقوش منه، ما تقلقوش ان انتوا تحطوا فاكهه جوه الوصفه دي، هيدي طعم حلو جدا. ندي كده تقليب هنا. وبعدين دلوقتي هحط الجزر المبشور. بعد ما حطيت الجزر المبشور هحط التوم، وبعد ما احط التوم زي ما احنا متعودين ما بنشوحش كتير، لازم بقى نحط السائل عشان التوم بيتحرق بسرعه. حلو جدا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاجي هنا هحط الزبده. طب انا ليه ما حطيتش الزبده من البدايه؟ يعني انا كنت عايز اشوح بزيت في الاول وكميه مش كبيره علشان يسمح لي ان انا اشوح براحتي من غير ما اللون يغمق. بعد كده الزبده انا هنا حطيتها علشان تدي نكهه حلوه للوصفه دي. طيب هدي هنا كده تقليب، هلاقي ان الزبده بدات تسيح والتشويح ماشي تمام. هروح جاي هنا حاطط الطماطم وادي تقليبه، وبعدين يستحسن تكون الطماطم دي من غير بذر. هحط بقى البابريكا واحط الجنزبيل واحط رشه الكمون، بس احنا ما بنحطش كمون كتير عشان انا ما بحبش الكمون.
طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هندي تقليبه اخيره. وتعالوا كده بس ايه ننضف حوالين البوتاجاز عشان في رشه كمون كده. ايه الكمون ده؟ شرير يا جماعه. في رشه كمون كده ايه وقعت طيب نشيلها. طيب هدي تقليبه اخيره. قول يا احمد. زي الفل. لا ليه؟ للاسف هحط دلوقتي ورق اللورا وهعدهم. هحط ورقتين لورا عشان لازم اشيلهم قبل ما اقدم. ورقتين لورا اهم. وبعدين هنزل مره ثانيه بالكاليماري والجمبري. طب انا ليه شلت الكاليماري والجمبري وعملت اليخنه وبعدين نزلت ثاني بالكاليماري والجمبري؟ علشان نفس السبب اللي احنا كنا بنتكلم عليه اثناء تسويه طاجن الوقار بالبطاطس. وقت التسويه، وقت التسويه بتاع الكاليماري والجمبري قليل، بس اليخنه محتاجه شويه وقت. عشان كده انا شلت الكاليماري والجمبري ونزلت بيهم في الاخر قبل ما اطلع من على النار ب 10 دقائق بس او بخمس دقائق كمان بس. محتاجين شويه سائل صغيرين كده. تعالوا ناخد شويه ميه سخنين نحطهم هنا. مش فاضل بس غير انه انا اخد رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. رشه ملح، رشه فلفل اسود، وادي تقليبه واسيبهم على النار خمس دقائق بس كمان. دلوقتي انا هطلع فاصل. بعد الفاصل هيكون معايا ضيفه جميله جدا جدا جدا. هي في الحقيقه بطله، بطله صغيره بس هي كبيره في المقام. هناخد فاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه في السيجمنت الجاي. استنونا. اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا من الفاصل. الفقره بقى دي مختلفه تماما. الفقره دي برعايه ميرا كيدز. ايه ميرا كيدز بقى ده؟ ميرا كيدز ده جيلي. انتوا عارفين الولاد دايما بيحبوا ياكلوا حاجات مسكره كده، ودايما احنا بننصح في برنامج هنا في لقمه هنيه ان الاولاد ما ياكلوش كميه كبيره من الكانديز او الحلويات المسكره عشان الكالوريز وعشان الالوان الصناعيه وعشان اسباب كتير جدا. حلو. النهارده احنا معانا سبونسر للحلقه دي، صراحه هو حاجه عظيمه جدا. ايه ميرا كيدز ده؟ ده عباره عن جيلي. الجيلي ده ما فيهوش الوان صناعيه، في نفس الوقت ماده الجيلي بتاعته جايه من البكتين، ودي ماده طبيعيه جدا. وكمان السكر اللي فيه مش سكر مركب، سكر اولي. النهارده معانا ضيفه جميله جدا في الحقيقه، وهي الاستاذه سجا. ازيك يا سجا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ كويس. كله تمام؟ سمعت ان انت كسرتي الدنيا في المسابقات. يلا قولي لي عملتي ايه يا ساشا؟ خدتي جايزه في ايه؟ انا خدت اربع ميداليات عشان انا كنت كسبنا مركز اول. تمام. في لعبه ايه بقى؟ الباليه المائي. الباليه المائي. الله 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 الله. يا كان اسمها ايه المسابقه دي؟ كان اسمها بطوله نرمين فاضل. بطوله نرمين فاضل؟ كانت فين بقى؟ كانت في نادي الزهور. اه انت عندك كام سنه اصلا؟ انا عندي يعني داخله كده على 10، عندي 10 سنين. اه ما شاء الله عليكي، شطوره جدا. قولي لي انت قبل كده دقتي الجيلي بتاع ميرا كيدز؟ لا. طب يلا تعالي ندوق واحد حلو جدا وقولي لي رايك فيه ايه. اتفقنا؟ بصوا بقى، ميزه كمان الجيلي ده ان هو فيه 30% من قيمه او من كميه المعادن والفيتامينات اللي الطفل محتاجها في اليوم. فاحنا دلوقتي بقى هندوقه كده وندوقه للبطله بتاعتنا، البطله الصغيره الجميله. هندوقه حالا دلوقتي. يلا يلا دوقي كده وقولي لي رايك فيه ايه. لا امضغيه كده وقولي براحتك، انا هسيبك براحتك خالص، مش هضغط عليكي. طعمه حلو؟ بجد ولا عشان احنا في التلفزيون؟ طعمه حلو. هو طعمه حلو جدا فعلا، انا دقته وهو طعمه لطيف جدا. انا عايزك بقى تحكي لي كده عن يومك قبل ما نبتدي كده في وصفه التشيز كيك اللي هنعملها النهارده بالجيلي، اللي هو الجيلي المفيد اللي هو فيه سكر اولي في نفس الوقت ما فيهوش الوان صناعيه، وهيفيدك ان هو يديكي 30% من قيمه المعادن والفيتامينات اللي انت محتاجاها في اليوم. احكي لي كده انت بتاكلي ايه بما ان انت بطله، وبما ان انت يعني مش هقول بقى من الاطفال، انت خلاص يعني بقيتي من الشباب،
اللي محققه بطوله. انت خدتي بطولتين في 2018 و2019، المركز الاول في الباليه المائي. احكي لي كده بتاكلي ايه في اليوم، يعني احكي لي كده يوم طبيعي من ايامك. بتصحي الصبح تاكلي ايه؟ في الغداء ايه؟ في الفطار ايه؟ في العشاء ايه؟ انا بصحى الصبح باكل كورن فليكس. بتاكلي ماشي، بتاكلي سيريال او بتاكلي رقائق الشوفان، ايه كمان؟ وباكل في البريكفاست، سوري، في الغداء، في الغداء باكل لايك باستا مع صوص، مع ريد صوص، مع بتحبي الباستا؟ طب ده حلو جدا. طب لما بتحتاجي تاكلي كانديز او بتاكلي حاجه من كده، مامي بتقولك لا بلاش علشان فيها سكر، صح؟ مش ساعات بتقولك كده؟ ايوه ساعات بتقولي كده وساعات بتديني، صح؟ احنا بقى جبنا لك الحل علشان تبقي بتاكلي حاجه مسكره وفي نفس الوقت تبقى مفيده وبتديكي فيتامينز ومينرالز. انا بقى بطلب منك دلوقتي ان انت تساعديني، يلا بينا نشتغل انا وانت ونساعد بعض في ان احنا نعمل التشيز كيك. يلا بينا، تعالي نقرا مقادير سوا. يلا هنعمل تشيز كيك بالجيلي ميرا كيدز. تعالي نقول بقى المقادير. بصوا بقى، قعده التشيز كيك هتبقى مقاديرها كالتالي: نص كيلو بسكويت، البسكويت بتاع الشاي اللي موجود في السوبر ماركت اللي سعره مش غالي، وعايزين كوبايه زبده. وفي بقى طبقه من التشيز كيك. طبقه الجبنه دي هتتعمل ازاي؟ هتبقى مقاديرها زي ما هقول لكم دلوقتي حالا كده: كوبايتين جبنه كريمي، ونص لتر كريمه خفق بس تكون ساقعه عشان لما نضربها يبقى القوام بتاعها حلو، معلقتين كريمه باودر، ومعلقتين جيلاتين باودر. طبعا الجيلاتين الباودر لازم يتدوب في ميه سخنه، عشان كده احنا بعديها على طول كاتبين نص كوبايه ميه سخنه. حلو، معلقتين فانيلا، 3 معالق سكر صغيرين، وهنستخدم بقى الجيلي. انا مش حاطط سكر، فانا هستخدم الجيلي جوه التشيز كيك وهستخدمه كمان بره للتزيين. تعالوا بقى نعمل ده سوا. يلا يا ميرا، يلا يا استاذه سجا، هتاخدي انت مضرب وانا هاخد مضرب تاني، وهتعملي انت ايه بقى؟ يلا والتاني كده يا ابو حميد. يا اهلا يا اهلا يا مدام زينب، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ حضرتك تمام، مامت سجا صح؟ ايوه ما شاء الله، ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك، تسلم. يلا احكي لنا كده عنها، واحكي لنا عن يوم سجا بيبقى ماشي ازاي، واحكي لنا عن البطولات اللي هي حصلت عليها. هي سجا خدت بطولتين، القاهرة 2019 و2018 ما شاء الله. نرمين فاضل طبعا، هو بيبقى تيم وورك، هو يعني بتبقى فريق جماعي، مش بنت كل بنت لوحدها. حلو. فهم خدوا مركز اول باسم النادي الاهلي. طبعا يومها عامل ازاي؟ عندها 6 أيام تمارين. حلو. في الاسبوع التمرين مثلا بيبقى من 4 لـ6 ساعات كده في اليوم. دي فترة طويلة جدا من التمرين. طبعا بياخدوا بريك في النص، بس طبعا عدد ساعات اليوم يعني تقريبا معظم يومها في التمرين، يعني معظم يومها بتقضيه في التمرين. يعني تقصدي ان هي بتعمل مجهود كبير جدا، ازاي بقى بتعوضي ده؟ ازاي بتعوضي ده بانه انت تديها القيم الغذائية اللي محتاجة تاخدها في اليوم؟ بنعوض ده ان احنا ماشيين، يعني هي ماشية طول حياتها، يعني من اول ما بدأت رياضة تقريبا من سن 4 سنين ونص هي بتاكل هيلثي فود. يعني طبعا جداً. مش منعاها نهائي من الاكل، من كل حاجة، بس بتاكل هيلثي فود في العموم. طبعا هو اكلها الاساسي هيلثي فود. طبعا الاكل يعني ممكن سويت، ممكن كاندس كده في اوقات معينه، ومش كل يوم بس طبعا، بس مش كل يوم ومش كل يوم شويه، صح؟ يعني ممكن يوم في الاسبوع كده او حاجه تاخده كده فور فان، تاخده فري، تاكل مثلا حاجه من اللي هي عايزاها. حلو جدا. لكن هي حتى مثلا الحاجات الفرايد برضو قليله جدا، هي معظم اكلها بيبقى جريل تشيكن بقى، جريل ميت، حاجات كلها مشويات. حلو جدا. وخضار، وبتاكل نشويات طبعا عادي، بس قبل التمرين، بعد التمرين بيبقى بروتين مثلا ومعاه سلطه. حلو. بس عشان اقدر يعني ايه ده، يا بختها يا بختها بمامتها، لانه انت فاهمه وعارفه هي المفروض تاكل ايه، وعارفه ازاي ان انت تديها القيم الغذائيه. أيوه. طب قولي لي، لا قوليلي عندي سؤال ليكي مهم جدا، بتستفيدي ايه بحاجه زي ميرا كيدز الجيلي اللي مليان فيتامينز ومعادن؟ ده بيعوض ايه في اليوم بتاع سجا؟ يعني طبعا انا مهما حاولت ان انا اديها هيلثي فود او الفيتامينز اللي انا عايزه اديها لها، اكيد مش هبقى ملمه بيها كلها. أوكي. واكيد الاطفال بيبقى في اكلات معينه بياكلوها بصعوبه، وما يعني بيبقى صعب ان انت تقنعهم بيها. صحيح. فده بيعوض بقى الفيتامينز اللي هي بتبقى محتاجاها، الحديد، اي فيتامين هي بتبقى محتاجاه عشان تقدر تتمرن، لان عدد ساعات التمرين طويله، فمحتاجه حاجه تدعمها في ده. طب ده حلو، حلو جدا، حلو جدا. طيب قولي لي كمان، عايز اسالك سؤال تاني. لما بيبقى عندك مثلا يوم تمرين طويل،
تمام. وانتي بره البيت، انا عارف ان الاكل بره البيت ما بيبقاش احسن اكل في الدنيا، وانتي بره البيت ازاي بتقدري ان انتي تواظبي على الاكل الصحي ده؟ هل بتعملي اكل في البيت وتاخديه معاكي وانتي خارجه في يوم التمرين؟ يعني معظم الوقت بيبقى معايا الايس باك فيها لانش بوكس مثلا، في بطاطا بالعسل، لانش بوكس في مكرونه، يعني دايما بيبقى معايا الاكل. يعني نادرا لو معيش الاكل بضطر برضه اجيب لها من بره، بس برضه بحاول انقي اكل يكون هيلثي شويه الى حد ما. صح، يعني قدر المستطاع بتحاولي يكون الاكل ده صحي عشان تحافظي على صحتها، وعلشان كمان تديها القيم الغذائيه اللي هتساعدها ان هي تعمل احسن في التمرين ويبقى صحتها كويسه. صح كده؟ ايوه تمام. حلو جدا، انا متشكر جدا على اتصالك، وبجد يعني انا فخور جدا بسجا، ويا بخت سجا فعلا بمامتها ان هي فاهمه وعارفه ازاي تحافظ على صحتها وازاي ان هي تديها اكل صحي متزن. تعرفين انه احنا في البرنامج، بصي سجا احنا بنعمل ايه في البرنامج هنا، انت هيعجبك الموضوع ده. في البرنامج هنا احنا مش بنعمل دايت عنيف، يعني الدايت بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اكل متوازن فيه كل القيم الغذائيه، فيه بقى البروتينات وفيه الدهون حتى والسكريات، بس من مصادر طبيعيه ومن مصادر صحيه. انت دلوقتي ضربتي الكريمه مع الجبنه، انا محتاجك بقى دلوقتي تحطي ايه؟ هحط لك دلوقتي الجيلاتين، وعايزك تنزلي او تكملي ضرب علشان هنحط كميه من الجيلي هنا جوه اثناء الضرب، والكمية التانية هنزين بيها الكيك حالا دلوقتي. يلا بينا. جاهزة ومستعدة يا سجا؟ هجيلك انا حالا دلوقتي. يلا بينا، تعالي بقى ناخد الخلطة الحلوة دي وننزل بيها هنا. الخلطة بقى دي ما بتحتاجش تخش الفرن، يعني هي في التلاجة بتمسك. السبب في ده ايه؟ السبب في ده انه احنا حاطين حاطين فيها جيلاتين باودر، او حاطين فيها جيلاتين عامه. الجيلاتين ده بيساعد في انه هي ما تحتاجش تخش الفرن، ما فيهاش بيض. تعالي بقى عايزك بقى تحطي من الجيلي فوق الكيك دلوقتي. يلا حطي. على ما انت تعملي بقى ده هكون انا جبت طبق قدمت فيه السمك وشفت السمك اللي احنا عاملينه من قبل كده. قولي يا احمد. زي الفل. ايه الشطاره دي؟ شطورة. يلا بينا نقدم الكاليماري على ما الأستاذة سجا تحط الجيلي فوق التشيز كيك كله. أنا عايزك بقى تحطي أنت لمستك الفنية، شوفي أنت محتاجة تحطي كل الجيلي ولا تحطي شوية؟ إيه رأيك أنت؟ قولي لي رأيك الفني كده. حطي شوية كمان. يلا تعالي نحط كله. يلا هعمل إيه؟ هاجي هنا آخد الكاليماري حطه على السفرة، ونجيب السمك اللي احنا عاملينه كمان ونطلع منه جزء كده نبص عليه على ما الأستاذة سجا تكمل رص الجيلي فوق التشيز كيك. انت عارفة كمان الجيلي دلوقتي كده لما بتحطيه جوه الجبنة الكريمي بينزل سنة، ينفع كمان ان احنا بعد ما نطلع من التلاجة، وده هيتحط في التلاجة 3-4 ساعات، ينفع ان انت تحطي فوقيه الجيلي كده من فوق، هيبقى حلو قوي. هنشوفه سوا، هخليكي تشوفي. طيب هنعمل ايه؟ تعالوا كده نبص بصه هنا على السمك. بصوا السمك اهو، انا ببينه لكم بس علشان تبقوا شايفين ايه اللي حصل في الفرن. السمك استوى، وتحت السبانخ اللي كنا حاطينها تحت مع الريحان. خلصتي؟ شطوره شطوره شطوره. يلا خلاص السمك كده تمام زي الفل. هاخد انا مش هحطه ده في طبق، انا زي ما هو كده هيجي هنا واحطه على السفره ونقدم بالشكل ده. ودي يا سجا بقى عايز اسالك على سؤال تاني مهم جدا. لما بيجي لك اوقات كده صعبه في التمرين تحسي ان انت مجهده وتعبانه، ايه الحاجه اللي بتحمسك او بتخليكي حاسه انه لا انا لازم اكمل، انا لازم استحمل عشان احقق النتيجه؟ قولي لي ايه الحاجه دي؟ يعني ايه اقصد ايه الحاجه اللي بتخليكي متنشطه كده وبتستحملي تعب التمرين؟ هل مثلا انت بتبقي مستنيه النتيجه انه انت تحققي ميداليه معينه، او انه انت توصلي لهدف معين، او ان ماما وبابا يبقوا مبسوطين منك؟ يعني ايه الحاجه اللي بتخليكي متحمسه ان انت تعملي مجهود في التمرين؟ علشان مامي وبابا يبقوا مبسوطين بيا. تمام حلو ده. وايه كمان؟ وعلشان صحابك يشوفوكي عملتي نتيجه حلوه.
صح؟ ايوه. ايه كمان؟ و علشان الكوتشز يبقوا فرحانين بينا. صح. اقول لك بقى على سبب كمان مهم جدا ويمكن هو اهم سبب من الاسباب دي كلها، انه انت تبقي صحتك كويسه جدا لما تكبري. انت عارفه انه احنا لما بنعمل رياضه واحنا صغيرين، ولما بناكل اكل صحي واحنا صغيرين، ولما بناكل القيم الغذائيه اللي المفروض ناكلها واحنا صغيرين، اللي بيحصل ان ده بس مش بيفيدنا بس واحنا صغيرين، بيفيدنا لما نكبر كمان. يعني لما تكبري كمان هتلاقي انه بقى اللي انت عملتيه وانت صغيره، سواء بتلعبي رياضه او بتاكلي صح او بتاخدي الفيتامينات والمعادن اللي المفروض تاخديها، ده هيفيدك جدا لما تكبري، انه انت جسمك هيبقى متوازن، هيبقى بقى مليان بالعناصر اللي كان المفروض ان هو يتبني بيها صح طول فتره طفولتك. تعالي بقى نبص على كده على التشيز كيك. احمد احنا دلوقتي عايزين بالظبط كده. قول لي عايز ايه. لا انا مش سامعك كويس، قول لي. طيب قبل بس ما ده ما يحصل، عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا بقى. انا عايزكم تدخلوا على صفحه ميرا كيدز على فيسبوك، تصوروا كده سيلفي بالكيس بتاع ميرا كيدز، لو طفلكم بطل، وانا متاكد ان في اطفال كتير جدا ابطال زي ساجا كده هينورونا ان شاء الله في الاستوديو الاسبوع اللي جاي واللي بعديه واللي بعديه. اتصوروا بس صوره سيلفي كده مع كيس جيلي ميرا كيدز، وحطوا الصوره دي على صفحه او على الكومنت على البوست اللي موجود على صفحه ميرا كيدز على فيسبوك. هنعمل ايه؟ هنختار واحد من ابطالنا الصغيرين يشرفنا ويحكي لنا قصته ويقول لنا ازاي وصل للبطوله دي، زي ما النهارده كده كنا مستضيفين الاموره الجميله ساجا. يلا بينا تعالوا بقى نشوف كده السفره فيها ايه النهارده. النهارده احنا عملنا كاليماري، يخنه كاليماري، وعملنا سمك وقار. السمك الوقار ده بالبطاطس والريحان والسبانخ، وقدمناه مع رز اصفر، وعملنا حاجه مهمه قوي، عملنا تشيز كيك بجيلي ميرا كيدز، صحي وجميل جدا. معانا بقى الفجر بتاع ميرا كيدز. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. ايه بقى ده؟ ده علبه علبه ميرا كيدز جيلي. الفجر بتاع ميرا كيدز هيديها هديه لساجا. يلا اتفضل. شكرا. الله الله الله. طيب دي كانت حلقه النهارده، ودي كانت وصفات النهارده، وده كان منيو النهارده. النهارده عملنا ايه؟ النهارده عملنا ثلاث وصفات مختلفين. عملنا كاليماري يخنه بالتفاح بطعم مختلف شويه، عملنا كمان النهارده سمك الوقار بالبطاطس والريحان والسبانخ، وعملنا تشيز كيك بالجيلي ميرا كيدز. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، اتمنى تكون الوصفات كانت سهله وسريعه، اتمنى تجربوا ميرا كيدز وتستفيدوا بالمعادن والفيتامينز اللي موجوده فيه. اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.